طيب خلينا ناخد منكم تقييماتكم للماتش امبارح واللعيبه. اتفضل. طيب هبتديها بشوبير الحقيقه. رايكم في ايه وتديله كام من 10؟ انا ادي لمصطفى 8. تديله 8 من 10. اه. كابتن 7 من 10 برضه. 7. طيب هاني 3 4 3 4. عبد المنعم 7 7 فقط. فين يا جماعه عبد المنعم؟ انا قلت 7. انت قلت 7؟ اه ماشي. هو بدال قال 7. 7. ياسر ابراهيم 9 9 ماشي. معلول 5 5. اكرم توفيق 3. 3 ازاي؟ إيه انت هتديله كام يا كابتن؟ 7. ايه بقى الفرق ال 3 و 7؟ شفته انت ازاي وهو شافه ازاي؟ لا 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 امبارح كان كويس يعني؟ اه كان من نجوم المباراه. بس انت قلت في الاول ما كانش. لا انا قلت على اكرم ما قلتش على مروان. طب ما اكرم. لا انا قلت لك اكرم. اكرم اكرم هو بيقول لك انا ما بك... انت اكرم ولا مروان؟ اكرم. لا انت قلت مروان. لا اكرم. لا اكرم ياخد 2. انا بحسب انا والله انت قلت بتاع. لا انا ماشي 3 2. اه طيب مروان يا كابتن اهو 7 7 اه شال كتير عن لعيبه النادي الاهلي بصراحه في خط الضغط. طيب امام عاشور 3 4 ماشي. حسين الشحات 4 3. طيب طاهر محمد طاهر كابتن 0 2. مودست يا كابتن ابو الدهب؟ لا 5 اصفار انا ما شفتلوش حاجه بصراحه. مفيش اي حاجه. قفشه مفيش. ثلاثة كابتن ده ملحوش يا فاروق. 2 2 على المده اللي لعبها. لا 2 وتاثيره 2 ماشي. طيب كريم فؤاد 2 شرحه 2. كهربا 1 1. سلية 1 1 برضه. طيب كولر بقى بشكل عام. لا انت في واحد ده رضا سليم. رضا سليم اديله على البدايه 5. راح بثلاث كور. الثلاث كور كان حسن التصرف جدا رغم اصابته. انا مع عمرو 5. طيب كولر ادارته اللقاء امبارح اول مره ممكن اقول ان كولر اديله 2. ان هو زي ما محمود قال بدايتك التشكيل وتقدر يعني عندك المرونه ان تقدر تشغل اللعيبه بتاعتك في الامور الفرديه. ليه استنى لغايه الدقيقه 70؟ ما اضمنش كان ايه اللي يحصل. انا ليه اديله 2 يا عمرو؟ اصلا انا المدير الفني بيبقى قرايه المباراه تشكيله وتغييراته حتى لما تنزل تغييراته. لا انا اديله 1. المباراه دي مش واحد. ما بقول لك هو لسه لا هو ما دخلش عشان الشهر. عشان الشهر. اه والله. لا ما انا بقول لك هي يعني. لا كان عنده فوق نفسه بيلعب دوري ابطال. ما انا بقول لك كان عنده مش دوري مثلا. انت فاهم؟ مش دوري عام. مش دوري ممتاز. مش دوري ممتاز. دوري ابطال. دوري ابطال. فطبعا يعني هو فاروق مش عارف ان انت بعد بطوله الامم او بفتره ان انت هتلعب بلوزداد. انت مش ما اتفاجئتش بيه او صح او حلمت وصحيت من النوم ان انت هتلعب البلوزداد في الجزائر. انت اكيد عارف الفرقه دي. لا وخصوصا ان الفرقه دي تعدت معاك في القاهره. يعني انت برضو عشان ما ننساش وان انت ما بتهاجمش. لا يعني ما كسبتهاش قصدك. لا انت ما كسبتهاش في القاهره على ملعبك. فانت مش هتروح تكسبها هناك. لكن الاداء بالشكل ده وبعض اللاعبين سيئين. لا انت واضح ان انت لازم تعيد حساباتك الفتره اللي جايه. انت عندك المباراه